بسم الله خير الأسماء في الأرض والسماء، والصلاة والسلام على خير الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله الأتقياء. أما بعد، فسنتحدث في موعظة اليوم بحول الله تعالى عن مجالس هي من أجل المجالس قدرا عند الله تعالى وأشرفها عنده، كيف لا، وهي مجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، بل إنها مجالس يباهي الله بها الملائكة. نعم، مجالس شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم برياض الجنة. أتدرون أي مجالس هي؟ إنها مجالس الذكر، إنها مجالس الذكر. نعم، فتعالوا معي أيها الأحبة لنتعرف على هذه المجالس، ونتعرف على فضائلها ومزاياها العديدة والأحاديث العديدة الواردة في فضلها. أقول وبالله التوفيق، مجالس الذكر والعلم لها شرف عظيم، فهي من أجل المجالس قدرا عند الله تعالى وأشرفها عنده، فبها ينمو الإيمان ويزيد، وفيها تزكى الأنفس وتحيا القلوب وتغفر الذنوب وتعلو الدرجات. وقد ورد في فضلها العديد من الآيات النبوية والآيات القرآنية، وأمر الحق سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالجلوس مع الذين يذكرون الله تعالى ويتدرسون القرآن والحديث، وأمره بملازمتها والصبر على حضورها في قوله عز من قائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومعنى الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي احبس نفسك يا محمد مع الضعفاء والفقراء من المسلمين الذين يدعون ربهم بالصباح والمساء يريدون وجهه، أي يبتغون بدعائهم وجه الله تعالى. ولا تعد عيناك عنهم، أي ولا تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الغنى والشرف من المشركين. قال المفسرون: كان عليه الصلاة والسلام حريصا على إيمان الرؤساء ليؤمن أتباعهم، ولم يكن مريدا قط لزينة الدنيا، فأمر أن يجعل إقباله على فقراء المؤمنين، وأن يعرض عن هؤلاء العظماء والأشراف من المشركين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرد المؤمنين، فقلوبهم غافلة عن ذكر الله تعالى، وقد شغلوا عن الدين وعبادة ربهم بالدنيا. فلما نزلت الآية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس هؤلاء الفقراء، فلما رآهم جلس معهم وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم، إنها مجالس الذكر. وإن لمجالس الذكر والعلم فضل عظيم وجليل، منها أولا طمأنينة القلوب، إن في ذكر الله تعالى طمأنينة للقلوب، بل هي حياة القلوب. يقول عز من قائل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ابن جرير: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي تسكن قلوبهم وتستأنس بذكر الله تعالى. وقال السعدي: تطمئن قلوبهم بذكر الله، أي يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها. فالذكر يفيض على قلب المؤمن بنور الإيمان الذي يذهب عنه الوحشة والهلع، ويبعث فيه الانشراح والسرور، ويزيل عنه الهم والغم والقلق والاضطراب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده
والحديث رواه مسلم في صحيحه، والاجتماع على القراءة يدخل فيه الاجتماع على القراءة من باب التعليم، كما يدخل فيه أيضا الاجتماع على المدارسة لتفهم معانيه وتدبره وتعقله واستخراج هداياته وأحكامه وكنوزه ومعارفه، فإن هذا من مدارسة القرآن، بل هو من أجل مدارسته وأعظمها. والقرآن إنما أنزله الله تعالى لا لمجرد التلاوة كما هو معلوم، وإنما من أجل التدبر، ومن ثم يكون العمل. من أجل التدبر ومن ثم يكون العمل. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. فهذا أول فضل من فضائل مجالس الذكر، نزول السكينة، وهي من السكون، فيحصل لهم من السكون وطمأنينة القلب والخشوع وهدوء النفس وراحة البال وما إلى ذلك من المعاني، كل ذلك في السكينة. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذا مبعث الطمأنينة، فيزول عنهم الخوف والاضطراب والقلق والتوتر وما أشبه ذلك من المعاني التي لا تجتمع مع السكينة بحال من الأحوال. ولذلك فالناس الذين يبحثون عن راحة النفس وطرد القلق والتوتر وما أشبه ذلك، عليهم بمجالس الذكر ومجالس القرآن، وأن يقبلوا على كتاب الله تعالى فيتعلمون ألفاظه ومعانيه، فيحصل لهم من الدواء ما الله به عليم. فنزلت عليهم السكينة، هذا واحد، وأعلى منه غشيتهم رحمة الله تعالى، ليست فقط تنزل عليهم، وإنما تغشى السكينة تنزل في القلوب، والرحمة تغشى الإنسان، ومن غشيته الرحمة فلا تسأل عن حاله بعد ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بأجنحتها. فتصور معي هذا الفضل العظيم حينما يستشعره الإنسان، بينما من يحضر مجالس اللهو والغفلة تحفهم الشياطين، نسأل الله تعالى العافية. بل أكثر من ذلك، ذكرهم الله في من عنده، هذا هو التدرج من الأدنى إلى الأعلى، وذكرهم الله تعالى في من عنده، يعني في الملأ الأعلى عند الملائكة في السماء، والله تعالى يذكر عبده في من عنده، وما هو بالعمل العظيم الذي يحتاج إلى جهد كبير، بل هو مجرد أنه يحضر مجلسا لذكر الله تعالى. فهذه أمور يسيرة ولا تكلف الإنسان شيئا كثيرا، ولكن النفس تحتاج إلى جهاد حتى على العمل القليل. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا الملأ هو ملأ الملائكة الأطهار. الله أكبر، ما أكرمك يا الله. ومن فضائل مجالس الذكر أن خصها الله سبحانه وتعالى بملائكة فضلا سياحين في الأرض، تقف وتحل بمجالس الذكر فيحفون الذاكرين بأجنحتهم. واستمع معي لهذا الحديث الرائع الذي رواه البخاري في صحيحه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟
قال يقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدون. قال فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما رأوك. قال فيقول: كيف لو رأوني؟ قال يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال يقولون: من النار. قال يقول: وهل رأوها؟ قال فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها؟ قال يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم، هم الجلساء لا يشقى جليسهم. الله أكبر. وجاء في رواية أخرى لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا ربي. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. فيقول: قد غفرت لهم. فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. فيقول: وله غفرت، وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. فهذا الحديث، والحديث متفق عليه، فهذا الحديث يقص مظهرا من مظاهر تعظيم مجالس الذكر والعلم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. أي أن الله، يقول ابن حجر، أي أن الله عز وجل كلف طائفة مخصوصة من الملائكة غير الحفظة للسياحة في الأرض، يدورون في طرق المسلمين ومساجدهم ودورهم، يطلبون مجالس الذكر، يزورونها ويشهدونها ويستمعون إلى أهلها. قال ابن حجر: والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح ونحوها، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل، وفي رواية مسلم: فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر تنادوا، أي نادى بعضهم بعضا أن هلموا إلى حاجتكم، وفي رواية: إلى بغيتكم، أي تعالوا إلى ما تبحثون عنه من مجالس الذكر والوصول إلى أهلها لتزوروهم وتستمعوا إلى ذكرهم. قال عليه الصلاة والسلام واصفا إياهم وهم في مجالس الذكر: فيحفونهم، أي يحيطون بهم إحاطة السوار بالمعصم، فيحفونهم بأجنحتهم، أي يطوفون حولهم بأجنحتهم إلى السماء، أي حتى يصلوا إلى السماء. الله أكبر. ثم يقص عليه الصلاة والسلام المحاورة التي جرت بين رب العزة والجلال وبين ملائكته الكرام، فيقول الله جل في علاه: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، أي وهو أكثر علما بأحوالهم، تنويها بشأنهم في الملأ الأعلى
تعالى ليباهي بهم الملائكة. ما يقول عبادي فتجيب الملائكة يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. أي فتقول الملائكة إن هؤلاء الذاكرين يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالتمجيد هو قول لا إله إلا الله لما فيه من تعظيم الله تعالى بتوحيد الألوهية. فيقول الله جل في علاه هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوا. قال فيقول فكيف لو رأوني؟ فتجيب الملائكة الكرام لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وأكثر تسبيحا، لأن الاجتهاد في العبادة على قدر المعرفة. ثم يقول تبارك وتعالى قال فما يسألونني؟ أي فماذا يطلبون مني؟ فتقول الملائكة يسألونك الجنة، أي يذكرونك ويعبدونك طمعا في جنتك. فتجيب الملائكة لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا، أي كانوا أكثر سعيا إليها، لأنه ليس الخبر كالمعاينة. فيقول جل جلاله قال فمما يتعوذون؟ أي فأي شيء يخافون منه ويسألون ربهم أن يجيرهم منه. فتجيب الملائكة من النار، أي يذكرون ويعبدون ربهم خوفا من النار ويسألونه أن يجيرهم منها. فيقول الله جل في علاه فكيف لو رأوها؟ فتجيب الملائكة لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، أي لكانوا أكثر اجتهادا في الأعمال الصالحة التي هي سبب في النجاة من النار. فيقول الله جل جلاله فأشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر. فأشهدكم أني قد غفرت لهم، أي غفرت لهم ذنوبهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، أي يوجد بين هؤلاء الذاكرين فلان وهو ليس منهم، فهل يغفر له؟ فيقول جل في علاه هم الجلساء لا يشقى جليسهم، وفي رواية لا يشقى بهم جليسهم، وفي رواية الترمذي لا يشقى لهم جليس، وجاء في رواية الحسن البصري قال بينما قوم يذكرون الله إذا أتاهم رجل فقعد إليهم، قال فنزلت الرحمة ثم ارتفعت، فقالوا ربنا فيهم عبدك فلان، قال اغشوهم رحمتي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال ابن حجر في هذه وفي هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين، لو قيل لسعد بهم جليسهم لكان في غاية الفضل، لكن التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود. قال أبو زيد المروزي وفي الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين وفضل الاجتماع على ذلك، وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراما لهم ولو لم يكن يشاركهم في أصل الذكر، إكراما لهم ولم يكن يشاركهم في أصل الذكر. الله أكبر، ما أكرمك يا الله وما ألطفك. وفيه محبة الملائكة بني آدم واعتناؤهم بهم، وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول، لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدره والإعلام بشرف منزلته. وفي حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. فمجالس الذكر لها رفعة وشرف على بقية المجالس، بل هي أشرفها وأرفعها، ويكفيها شرفا ورفعة حضور الملائكة وتغشي. فمجالس الذكر لها رفعة وشرف على بقية المجالس،
بل هي أشرفها وأرفعها، ويكفيها شرفا ورفعة حضور الملائكة وتغشي الرحمة ونزول السكينة والثناء الجميل على أصحابها في الملأ الأعلى، وأن الله يباهي بأهلها الملائكة. ودليل ذلك حديث معاوية بن أبي سفيان أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله نحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. قال الإمام النووي: يباهي أي أن الله يري الملائكة حسن عملهم ويثني عليهم عندهم، بل إن من شرف وفضل هذه المجالس تشبيهها برياض الجنة. وفي هذا يقول الحبيب المصطفى: إذا مررتم برياض الجنة فارتأوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. والحديث حسنه ابن حجر والألباني رحمه الله، وأراد برياض الجنة ذكر الله تعالى، وشبه الخوض فيه بالرتع في الخصب، والرتع هو اللهو والتنعم كما يطلق على الأكل والشرب رغدا في الريف. ومن خصائص مجالس الذكر أيضا أن أهلها يكونون من أهل الكرم يوم القيامة، وذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: سيعلم أهل الجمع اليوم من هم أهل الكرم. فقيل: من أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل مجالس الذكر في المساجد، أهل مجالس الذكر في المساجد. والحديث رواه أحمد وأبو يعلى. ومن فضائلها أيضا أن الله يؤوي من أوى إليه، ومن فضائلها أيضا أن الله يؤوي من أوى إليها. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المجلس والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. يتبين لنا من هذا الحديث أن من يحضر هذه المجالس أي مجالس الذكر يكونون ممن يقربهم الله تعالى إليهم. فيقول ابن حجر: فالأول كان صادقا في الجلوس مع النبي فيسر الله له وآواه إليه، ومن آوى إلى الله أي لجأ إلى الله أي انضم إلى مجلس رسول الله، ومعنى آواه الله أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه. الله أكبر. وأما الثاني فاستحيا أي ترك المزاحمة كما فعل الأول حياء من النبي، أو جلس حياء من ترك مجلس العلم، فاستحيا الله منه أي رحمه ولم يعاقبه، وأما الثالث فأعرض الله عنه أي سخط عليه. ومن فضائل مجالس الذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يذكروا الله في حديث طويل، وفيه: فآمركم أن تذكروا الله، وإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الحاكم. والمراد بالذكر كما قال ابن حجر، المراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار، أي لا حول ولا قوة إلا بالله
بالله وبسم الله وحسبي الله ونعم الوكيل والاستغفار ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله تعالى أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. وقال الفخر الرازي: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله، والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات. ومن ثم سمى الله الصلاة ذكرا فقال: فاسعوا إلى ذكر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.